عبد العزيز بوتفليقة الذي عاد إلى الجزائر عام 1998 من منفاه الاختياري منقذا ومخلصا الشعب من حمام الدم الذي كاد يعصف بالدولة ومقوماتها، عاد حاملا والشعب يومها كان حالما. التف حوله وحول برامجه بداية من قانون الوئام المدني إلى ميثاق السلم والمصالحة الوطنية والتي بفضلها كفكفت دموع الجزائريين وأوقفت نزيف دمائهم. الجزائريون تصالحوا فيما بينهم لتبدأ معركة التشييد والبناء. في بداية عهده أصلحت المنظومة القضائية والتربوية، كما تعززت المنظومة المصرفية بآلية جديدة. ولأن المآسي كثيرة والحمل ثقيل، ترشح الرئيس لعهدة ثانية يكمل بها ما بدأه في الأولى، ألقى بميثاق السلم والمصالحة إلى الشعب، فتلقفه إيمانا بضرورة اجتثاث المأساة من جذورها. راجع قانون الأسرة، حارب الفساد، وواصل الإصلاحات. في عهدته شهدت أسعار النفط مستويات قياسية، فانتعشت الخزينة وتحركت المشاريع التنموية. وقبل نهاية العهدة الثانية عدل الدستور مانحا لنفسه حق الترشح لعهدة جديدة، وكان له ولاية الجزائر للمرة الثالثة على التوالي. في هذه العهدة بدأت تظهر تدخلات شقيقه السعيد بوتفليقة، وفي هذه العهدة ضمنها خطابه الشهير من سطيف: جيلنا طاب جنانو. وأكرر اليوم بأن جيلي طاب جنانو. لكن العبارة طاب جناني لم تؤتي أكلها بوتفليقة، ورغم حالته المرضية وعجزه عن المشي وحتى الكلام، يترشح للرابعة وسط انقسام كبير بين الجزائريين ودعم من أحزاب الموالاة والتي ساندت وطبلت وبمساندة رجال مال ونفوذ لم يعرفهم الجزائريون قبلا. العهدة الرابعة مرت بمرها وبآلامها، جمود سياسي وتخبط اقتصادي، إنها نقطة العودة إلى البداية. الأموال تتآكل والسلطة تتغول، تكميم للأفواه واستعداد لتمرير الخامسة. التطبيل بدأ قبل الانتخابات بأشهر، جس للنبض ثم إعلان صريح برسالة، والرد جاء سريعا. أمواج من الحشود التي ملأت الشوارع عن بكرة أبيها، رافضة للخامسة وللنظام برمته. ترحلوا قاع، النظام يقدم تنازلات وتنازلات تزيد إصرارا على الخروج والخروج. الأزمة تتفاقم، التجاذبات تشتد في أعلى مهرم السلطة، لتنتهي يوم 2 أفريل باستقالة الرئيس وتسليمه المشعل لمرحلة جديدة يأملها الجزائريون أفضل.